اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من حصه البلاد اليوم، نعود في حلقه اليوم الى موضوع الانتخابات المحليه المزمع اجراؤها في 23 من نوفمبر المقبل. الحمله الانتخابيه لهذه الانتخابات في عمرها حوالي اسبوع، لكن المواطن ربما في اغلب البلديات وفي اغلب مناطق الوطن لم يحس اصلا ان كانت هنالك حمله انتخابيه لمحليات. ربما في حتى في البلديات الكبرى هنا في وسط العاصمه نجد بضع احزاب او قوائم قليله هي من نشرت صورها في الشوارع نناقش في حلقه اليوم لماذا هذا الركود وهذا الجمود وهذه البروده في الحمله الانتخابيه للمحليات؟ هل العمل المحلي والمجالس المحليه لا تمثل ربما اهميه لدى الاطياف ولدى الكتل السياسيه في الجزائر مثلها مثل باقي الانتخابات، كما نناقش ايضا ربما بعض الملاحظات او بعض السبل التي انتهجتها بعض الاحزاب في الدعايه والترويج لقوائم بعضها تحول إلى مادة للسخرية في وسائل التواصل الاجتماعي لطريقة عرض هذه القوائم وطريقة عرض أفكارها وبرامجها ومواضيع أخرى تخص الانتخابات المحلية والحملة الانتخابية والمجالس المحلية اسعد ان اناقشها رفقه كل من السيد بشير فريك وهو الوالي السابق المعروف طبعا وهو كاتب ومؤلف وحضر اليوم حتى يعرض لنا ايضا ويعرفنا بمجموعه من مؤلفاته التي ربما المشاهد او المواطن يستطيع انه يتوجه لها في معرض الكتاب لراه هذه الايام، اهلا بك سي بشير. اهلا وسهلا شكرا. أهلا. وايضا السيد سعيد ارزي المختص في التسويق السياسي، اهلا بك. شكرا محبا. عليك. محبا. شكرا سيد بشير فريك لو ابدا معك اذا ربما باجماع المجمعين حملة انتخابية للمحليات نوفمبر 2017 باهتة باردة جامدة ما السبب هذا؟ شكرا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافه، شكرا على قناه البلاد. مرحبا. تحياتي لمشاهدي قناه البلاد. في الحقيقه هذه ظاهرة متعارف عليه ما يسمى بالعزوف الانتخابي، ولكن موازاة مع العزوف اللي هو من الجانب الناخب. هناك عامل اعتقد انه عامل غير غير منظم غير مجدي <applause> ربما كما كان يقول سعيد غير مسوق هذا في <applause> حتى <لي تصفيق> للحمله الانتخابيه ف الظاهر ان الحمله لحد الان وهي في اسبوعها ربما اعتقد الأسبوع الأول على وشك الانتهاء المسجل أنها حملة باهتة هافتة ممكن نعود إلى أسبابها وهذا سيؤدي حتما إلى العزوف وسيؤدي ربما إلى حتى لا أقول مقاطعة ولكن نسبة المشاركة كبيرة جدا رغم أن الانتخابات المحلية البلدية والولائية هي من المفروض انها تكون لتسترعي الانتباه اكثر من طرف لانها اكثر جواريه طبعا اكثر جواريه واكثر ارتباط بالحياه في المواطن، المواطن مشاكله وانشغالاته وهمومه مهما كانت سواء ذات طابع شخصي او طابع جماعي يتوجه للولايه ويتوجه للبلديه ماهوش للمجلس الشعبي الوطني ولهذا يفترض ان الناس يكون اقبال على الانتخابات المحلية أكثر من الانتخابات التشريعية وربما الرئاسية ولكن الملاحظ هو في الحقيقة قريب ولمسنا أن التشكيلات السياسية لم تبذل جهدا هذا يعني حملة ربما بالطاقة الدنيا ربما ربما نحتفظ بها مش من تفاؤل بالنسبة للحملة الانتخابية ونقول بأن الأحزاب لم تدخل الآن بقوة ولكن أي أحزاب سواء أحزاب الموالاة أو أحزاب المعارضة بين قوسين وإن كان المعارضة باستثناء حزب أو حزبين كلها أحزاب هذه تفاصيل ربما سوف نخوض فيها فيما بعد لكن أنتقل إلى السيد سعيد إرزي إذا ما سبب هذا الجمود وهذا الوجه الشاحب للحمله، هل فعلا مثل ما قال سيد فريك انه مازالت اه الاحزاب في مرحله التسخينات في مرحله ربما اه تنظيم نفسها اكبر حتى تدخل في الحمله، ام ان هذا هو الاسبوع الاول وهكذا ستمضي بقيه الاسابيع. الملاحظ ونحن يعني نتابع هذه العمليه عمليه الحمله الانتخابيه عن قرب لاننا نرافق يعني بعض القوائم التي كنا نعتاد مرافقتها منذ 15 سنه انه فيه يعني شيء مخيف جدا من ناحيه حتى التعبئه ومن ناحيه حتى الامكانات التي رصدت من اجل هذه الحمله الانتخابيه خاصه من قبل الاحزاب الحاكمة أو العتيدة الموجودة في السلطة التي تملك إمكانات سواء من مكاتب مداومات حتى إمكانات مادية يعني فيه حضور محتشم من من ناحية التسويق للحملة الانتخابية من مناشير ومعلصقات معلقات حتى العمل الجواري إحنا ما علينا أنه الانتخابات المحلية تختلف عن الانتخابات التشريعية من ناحية المشاركة يعني ينتظر انه من المحليات أن يكون فيها مشاركه تكون كبيره في يوم الاختراع لكن هناك مؤشرات تقول انه المواطن تؤكد ان المواطن او الناخب الجزائري استقال من العمليه السياسيه حتى الادهى وامر الاخ علي انه فيه ناس راهم في قوائم استقاله ام اقاله؟ لا دوك ندخلوا النقطه الحساسه استقالة هي استقاله عن قناعه وكذلك هناك استقاله تحمل نوع من ارغم على ان يستقيل من العمليه السياسيه لانه دار لقمان بقات على حالها والادهى وامر انه القوائم في هذه المره يعني حذرت القوائم في اخر لحظه الناس ما لقاتش ملفات باش ديرهم الناس عندهم احزاب ملفات بالمئات ولكن أصحاب الحظوظ مجموعة معينة صغيرة جدا من يعني كانت ما يعني حتى يعني هذا الطريقة السريعة في إعداد القوائم لا. ليست مثلا وجبة دسمة تغري وتسيل اللعاب فقط دي ساندويتش هكذا خفاف ربما وحت... يعني ما وحت... ما لل... السلعة <applause> ال... السلعة المعروضة يعني الم... المترشح يعني باش ما نقولش يعني سلعة يعني وجوه التي عرضت على الناخب الجزائري عرضت نفس الوجوه يعني وجوه مملة الناخب الجزائري <applause> اللي راح ينتخب كره منهم والأدهى هو أمر في النقطة هذه الأخري اللي هي مهمة أنه كان الناس تلقاهم ماهوش راضين ما حطوهمش في القوائم ولا تلقاه حطوه في القائمة ولكن حطوه في المؤخرة يعمل ضد القائمة وضد الاتجاه السياسي تاعو <applause> <وإنه تصفيق> يعني هنا واش معناتها معناتها كان من المفروض يعني يكون فيه الانضباط الحزبي، الانضباط تاع المناظرين يعني احنا ياكد انه في هو ما بين المناظر وبين الحزب ومن لا لا القوائم ومن اعد القوائم؟ يعني, يعني هذا السؤال البديهي. لن اعد القوائم احنا, احنا تلقى نتاع احزاب يعني كبيره جدا، تلقى الامين العام لجبهه التحرير الوطني اليوم يعني راهي احنا احنا نعلق على ما هو يعني ما يكتب في الصحافه. وما وما ينشر ويعلق في موقع التواصل الاجتماعي تلقى الدكتور ولد عباس يمضي تزكيه لقائمه معينه خاصه في المجالس الولائيه ولا حتى الوسمو. يمضي تلقاه 24 ساعه تتبدل ويعاود يمضي لقائمه اخرى يعني هذا ما ادى الى انفجار داخل هيكل الحزب وحتى الاحزاب الاخرى حتى الاحزاب المعارضه حتى الاحزاب المجهريه كاينين رؤساء احزاب ربي خلينا هذيك احنا في الانتخابات الشرعية باش تكون متصدر القائمه لازم شحال تحط اللي حط مليار يديها خير بورصة شكاره بورصة شكاره وشكاره في المحليات؟ شكاره في المحليات ربما الهدف هو مجلس الأمة شكاره في المحليات أه تكون في المجالس الولائية للناس اللي عندهم طموح باش يكون مجلس الأمة م -م -م ولكن البلديات يعني رانا نراقبوا رانا نشوفوا فيهم أه انا شخصيا و... 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 ورافق بعض القوائم البلديه والله على حسابي وهم من مختلف تشكيلات شباب شباب راني نعاون فيهم لانه انا كشاب والسي على كل حال مر بالجماعات المحليه واطار في في الدوله الى اخره وعرفت الامور من يعني العمق يعرفها يعني من الداخل يعني يعرفها من الداخل ويعرفها خير منا يعني حان الوقت لذو اللي راهم الى تشبيب في في صفوف الاحزاب راح نتحدث حول هذا يعني الموضوع راح الوقت انه حتى يعني النقطه هذيك اللي قلت القوائم المشكله اللي تساهم في العزوف انت تدير على مستوى كل بلديه لجنه الترشيحات نعم تعال تدير قائمه ومن بعد في اخر مطاف تجي قائمه اخرى فوقيه هنا هنا وش يقول؟ يقول لك انا استقيل نعم نعم سعيد سي نعم سعيد اذا سي, نعم. سي بشير فريك تحدث سي سعيد ارزي حول جمله من اهم ما ميز هذه الانتخابات لكن تحدث ايضا عن الشكارة ربما البعض يستبعد يقول لك الشكارة في المجالس المحلية قليلة أو مرة نشوفوهاش يعني بنفس الصورة اللي كانت في الانتخابات التشريعية الماضية هل هذا صحيح؟ هل يعني هذه الانتخابات والمجالس المحلية لا تغري أصحاب الشكارة كثيرا الباحثين عن نفوذ أكبر وعن مناصب أكبر وعن حصانة أكبر؟ هو للأمانة لما كنت أنا في موقع المسؤولية ولكن منذ سنوات طويلة <applause> هذه حكاية الشكوار هذه ما كانش موجودة وش كان كاين ما موجودة كانت كانت الولاءات ويعني وكيفاش نقولوا العلاقات هي المحسوبية المحسوبية إذا صح <applause> هذه حكاية الشكوار هذه ما كانش موجودة أصلا وما سمعتش بها وما كانش موجودة هذه الشكوارة ظهرت في للأسف ظهرت في الأفلان في جبهة التحرير أه نقدر نقول في منتصف أه الفيديوهات هذه 2012 2000 قبلها بدأ التشكيل السياسي ايه يقال على حسب ما يقولوا جماعه لفلان يقول لك بدات مع بالخادم الخادم والله اعلم حد يقول مع بن فليس والله اعلم لكن أه هذه ظاهره على كل حال مرضيه خطيره جدا تؤثر على مصداقية العملية الانتخابية وعلى مصداقية العملية السياسية في حد ذاتها. <توليت> بزنس طبعا هذا هو هذا هو المشكل. تقول لي على مستوى البلدية ما كانش فيه واسمه ما كانش ما كانش رهانات ما كانش مصالح بالعكس بالعكس رئيس البلدية هو هو الامر بالصرف الصفقات العمومية يعني خاصة توزيع بعض الامتيازات تتم عن طريق البلديه ما هو ربما لكن يعني ان صح التعبير من يبحث عن شكاره اكبر ربما لتغري هذه يعني البريكول هذا المحلي ولكن ساتيبون لما يروح لما يكون مقاول ولا ام والله ولا والله كذا لما يروح للبرلمان يروح بنيه المح الحصانه المحافظه على 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 وضعه ثانيا لتدعيم الوضع نتاعو من خلال العلاقات راح يكتسبها كتواجد في البرلمان اتصال مع الوزراء مع مديري البنوك مع كذا 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 فهذا هو الهدف نتاعهم للاسف لان هذه فكره الخدمه العموميه وخدمه الوطن وكذا هذه كل تبقى شعارات الى اجل هذه يعني وان كان يعني ما نعموهاش يعني ما فيه أغ... كفاءات أغ... فيه أغ... ناس عندها نيه موجوده كفاءات موجوده ولكن الاغلبيه الاغلبيه هذا هو موش الاغلبيه الاغلبيه للاسف نتاع احزاب الموالاه لان احزاب الموالاه ما راهمش يؤديوا الرساله البرلمانيه عباره عن موضف... عن موظفين لدى السلطه هذه هي عباره عن موظفين مؤتمرين باوامر السلطه قال له ويجي القانون هاو كيفاش مروها ويجي كذا هكذا يعني ما كانش ما كانش العمل البرلماني بالمفهوم البرلماني نعود الى الحمله الانتخابيه لان هذا كما فهمت هذا هو موضوع الموضوع الاساسي تاعنا موضوع الاساسي الحمله الانتخابيه انا شخصيا كنت انتقد دور وزارة الداخلية في في الترويج للانتخابات و الحمدة الإعلامية اللي قامتها ودائما نقول في الكتابات نتاعي في المداخلات نتاعي أن هذا مش مهمة وزارة الداخلية هذه مهمة الأحزاب والطبقة السياسية وهذا هي حقيقة الواقع ولكن الآن نتراجع نقول لو لم تقل أو لم تقم وزارة الداخلية طبعا قامت بضخ أموال ضخمة تشوف هذول لي زافيش اللي راهم دايرين تشوف في الاذاعه في التلفزيون الى اخره، وزاره الداخليه قامت بمجهود كبير طبعا عن طريق الولايات وعن طريق كذا للتعريف بان كثير من الناس ما على بالهمش باللي كاين انتخابات من على اقل من شهر. من فهذا الجو الهافت هذا ربما الموظفين فقط يعلموا لانه يوم عطله يحسبوا له <applause> يوم عطلة وهو يدي في المكاتب <applause> ويخدم في المكاتب عنده 5000 دينار 3000 دينار ما عرفش شحال راح يعطي لهم فهذا هذا للاسف يعود الى كي الى ممكن ما يمكن ان نطلق عليه الاستقاله الطوعيه للناخب الجزائري من العمليه الانتخابيه وهذه عندها اسبابها عندها اسبابها كثيره لازم نحللوها سياسيا نحللوها سوسيولوجيا نحللوها واقعيا المواطن الجزائري البسيط العادي ما ولاتش عنده الثقة في رجل السياسة أو أي واحد يتكلم له بالسياسة أو برنامج سياسي أو حملة سياسية إلا ويشك فيه ويشك في نواياه ما تشوف فيها شوية من المرضية هذا المعادلة هذا هو هذا هو الإشكال لأن شكون اللي يعني كما يقولوا المصعوبة بربك أشكون يصدق لي الكلام تاع ولد عباس شكون اللي يقدر يصدق ما كانش <applause> عنده مناضلين عنده كفاءات شفنا كان يقدر وناس وناس الناس تصفق له هذا شفت في في تجمعات ولكن معليش المناضلين معليش ولكن الانتخابات ماهيش تاع المناضلين الانتخابات نتاع المواطن الجزائري المواطن بصفه عامه اذا اذا كان هذا اكبر حزب بين قوسين سياسي هذا هو الخطاب نتاعو إذا كان الحزب الآخر يعني أصبحنا اليوم في تراشق بين بين الحزبين وهو تراشق لا أقول بأنه استراتيجي ولكن تراشق ظرفي مصلحي ويتراشقوا أمام الرأي العام ومن بعد العشاء مع بعضهم بعض والله يفطروا مع بعضهم بعض ما على باليش فالمواطن هذه الأمور هذه فهمها وعرفها وسائمة منها هذه من جهة ومن جهة المواطن ما يعرف باللي قبيلة كنت جاي مع في الطريق واحد رئيس حزب صديقي سالته قلت له انت على ما دخلت رئاسيه الانتخابات قال لي الامور الدنيا ملعوبه دافونس واش واش ندخل انا يعود يعود هذا الانطباع عند الناس باللي كلش مرتب لكن, لكن سي بشير فريك ربما في هذا المستوى مستوى المجالس المحليه والبلديه يقول لك البعض من الصعب انك تزور اهل وبين بعضنا وكل واحد يرسل يعني اقاربه يرسل اخوته يرسل أولاد عمه يرسل اصحابه يرسل احبابه الى المراكز ويراقبوا صوت بصوت ما راهيش تكون يعني اصوات كبيره او مراكز كبيره يعني من الصعب انك تزور في هذا المجالس في هذا المستوى شوف انا طالما ظلت الاداره هي المكلفه بتنظيم الانتخابات الشبهه تبقى قائمه وفرن يوم يوم 24 نوفمبر ماذا سنسمع؟ سنسمع الأحزاب تحتج وتزوير وكذا وكذا الأحزاب من اللي زادت وهي تحتج ليس تحتج تعتارف. ليس هناك موعد انتخابي مر دون أن يشوبه شبهة التزوير عن حق أو باطل لماذا؟ لأن للأسف الشديد لما عدنا الى المسار الانتخابي في وتسعين عدنا عوده عرجاء كما سميتها بانتخابات مزوره ومنذ ذلك الحين دائبه الاداره على التزوير ولحد الان انا بربك ماذا بيا تفهمني انت ولا السيد ولا حتى المشاهد لماذا يتولى ولاة الجمهورية إعداد قوائم جبهة التحرير الوطني ويشرفون عليها. هذا اتهام كبير السي بشير في هذاك. اتهام حقيقة. اعطيني الدليل المادي إيه الدليل, الدليل هز شوف الدليل. ونروح لها البعيد يعني. الدليل روح هز اي مناضل في جبهه التحرير اعضاء اللجنه المركزيه انا يومين معاهم يومين معاهم انا قلت وما زلت مسؤول على كلامي راهم الاول لا تحولوهم الى حولوهم الى محافظين تعجبهم التحرير الوطني القوائم تعجبهم التحرير الوطني ربما انتهوا منها منذ ربما اسبوع ولا اقل قبل الحمله الانتخابيه رغم ان القانون واضح نعم عندك تعليق والله انا اشاطر يعني راي سيباشير على هذه القضيه احنا ما دام الاداره هي اللي ت يعني تحظر الانتخابات وهي اللي تعبأ كما تحب هي ولا تشرك حتى الطبقه السياسيه لانه بدون احزاب سياسيه ما تديرش انتخابات يعني ما يجب ان تكون عليه يعني تكون نزيهه لكن لكن أه. سعيد مثلا نعم. لو انت مثلا ترشحت في بلديه معينه نعم. اكيد انك راح مش راح يصعب عليك كثير انك تضبط امورك فيها وتضبط رقابتك فيها وحقوقك فيها وتعين الناس الاكفاء اللي تثق فيهم هما راح يكونوا عينك وسمعك في هذه الانتخابات في سيرها في فرزها في نتائجها في تقاريرها وما الى ذلك محاضر الفرز وما الى ذلك يعني صعيب نشكوا بزاف هذا المستوى والله شو البلديات وين يكون فيها يعني ربما يشطرني سي بشير يعني يكون فيها مثلا واحد معروف يعني في البلديه تاعو، يعني قادر وكفاءه اكستيرا، وماش هنا نديروا حمله انتخابيه ولا لشخص ولا اي واحد اخر، مثلا نعطيو مثال تاع بلد الجزائر الوسطى، بلد الجزائر الوسطى يعني بين من الناس تقول لك اوراهم أه مدعم الاداره ولا لحد الان احسن حمله انتخابيه بالطريقه الامريكيه، بالطريقه العلميه هي الحمله الانتخابيه اللي يقودها عبد الحكيم بطش في الجزائر الوسطى. ليش؟ بحكم التجربه تاعو، بحكم اسمه العميد الجواري والعام اسمه وهو في ممكن المكاتب ممكن البعض يقول لك يا سعيد يقول لك بين قوسين ممكن يعني فيها امور انه رئيس البلديه الناس ممكن. الناس الناس تحب تجامله الناس تحب تمد له شويه امكانيات وتهلا فينا فيما بعد يعني سعيد انت قلت ممكن, ممكن, يعني. ممكن, ممكن يقول انا ممكن قلت سعيد ربما هذه فرضيه انه ترشحت في بلديه معينه بلديه تاع ابني ورتيلان ترشحت فيها انا عندي على بالي شحال كاين مركز على بالي شحال كاين من من, من واسمو مكتب تصويت وعلى بالي شكون اللي راهم معايا وعلى بالي شكون اللي في في في, المراقبه يعني عندي شباب يراقبوا في المكاتب يعني نضبط اموري ثم نضبط بقات رؤساء الدوائر والسيباشير يعرف هذا القضيه مليح مليح لانه رئيس الدائره هو اللي يتحكم في في اربع بلديات ولا خمس بلديات تاعو كاين هذوك اللي راهم عازفين على الانتخاب ما يروحوش ينتخبوا كاين اصوات راهي اسمه، كان اصوات مثلا ملغيه الى اللعب كاع يصرا ثم ولا لا <applause> انا سعيد إيرزي ترشحت في قائمه معينه أنا قال عندي طموح في 19 المقعد 15 مقعد عندي طموح ندي كاش 8 ولا واسمو بقاو هذوك السبعه اللي بقاو ثم اللي يكون اللعب قادر رئيس الدائره الى اخره انه يدعموا قائمه من قائمه اخرى ولا اسمه يكون فيها هذه اسمه هذه الظاهره للاسف الشديد من 97 ورانا نعيشوها لذلك نادينا في, في عده حصص بلاطوات انه هيئه مراقبه الانتخابات اللي راهو يترأسها سي نحن تمنينا انه هذه الطريقه حنا علامة الاستفادة داروا مجلس شعبي وطني موازي يخلصوا عندهم اون باي كيما لا باي كيما الصالير تاع النواب لمده خمس سنوات كيف تعينه لي في الانتخابات التشريعيه وزيد تعين لي نفس الطاقم يعني في الهيئة هذه تاع مراقبة الانتخابات في الانتخابات المحلية وتخليهم حتى الرئاسيات هذو الناس حتى بين قوسين لكي لا نظلم احد لا, لا نظلم احد هذو الناس على اي اساس داتهم الادارة ولا تعينوا على مستوى اعلى تعينوا على في الهيئة هذه؟ كان من المفروض الهيئة هذه واش تكون؟ يجيبوا ناس يكونوا حياديين ناس معروفين في الوسط يعني السياسي يجيبهم ادباء يجيبهم مثلا رجال رجال سياسه رجال اداره مثلا معروفين تكنوقراط ولكن حياديين هذو الناس اللي عندهم المصداقيه والنزاهه في الساحه السياسيه هذو الناس قادرين وثاني قادرين يعطي لهم استقلاليه أنهم يسيروا هذه الأمور وما تدخلش فيها وزارة الداخلية كما قال بشير نعم سعيد نعم نعم. فقط نروحوا في نعم. فاصل آآ آآ إن شاء الله بعد قليل سوف نناقش معك ورفقة أيضا أستاذ بشير فريك حول بعض ما شاهدناه في الحملة الانتخابية ربما أنت كمختص في التسويق السياسي على بعض اللافتات على بعض ما استعملته هذه الأحزاب من رسائل من رموز وأيضا نتحدث حول علاقة ربما جدلية في الجزائر المير ####والوالي ورئيس الدائرة يعني كيف... هذا موضوع طويل... طويل لكننا ينبغي أن نشير له ربما حتما في الجانب هذا المتعلق في هذا المنصب خصوصا أنه عندنا انتخابات محلية... فصل قصير ثم نعود مشاهدين الكرام... أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا إلى الجزء الثاني من حلقة اليوم من حصة البلاد اليوم طبعا موضوعنا حول الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري وطبعا ضيفية في هذه الحلقة كل من السيد بشير فريك الولي السابق والكاتب أهلا بك سيد فريك مرة أخرى وأيضا السيد سعيد إرزي المختص في التسويق السياسي أهلا بك مرة أخرى ربما الموضوع الذي أشرت إليه في قبل الفاصل وهو العلاقة بين المير والوالي ورئيس الدائرة أنت قلت لي أنه موضوع طويل وطويل وطويل لكن بإيجاز حتى ربما نستعيد هذه القضية وهذه العلاقة ونحن مقبلون ربما على انتخابات محلية انتخاب أميار جدد انتخاب مجلس محلية جديدة هذه العلاقة لماذا لا تزال جدلية في القانون الجزائري؟ الحق وصل... العلاقة ربما الوضع المريح مثل ما يقول البعض لا العلاقة جدلية لأن لأن العملية مسيسة أساساً كيف احنا ما احنا, هو احنا كنا احنا كنا في في نظام حزب الواحد غادات التعدديه اصدر القانون الولايه وقانون البلديه في في في, في اعتقد في في, واحد و... في 91 لا في 90 في افريل 90 ومشينا به الان رانا امام قانون جديد الطبقه السياسيه بما فيها تاع الموالات تقرب لشوف الباطن تاعهم كل مره انهم يشتكيو من هيمنه الوالي على الإدارة المحلية في مواجهة المنتخبين المحليين وأنا أشوف كاتب كتاب المنتخبين المحليين والولات يعني القضية بحد ذاتها كتبتها ب... يعني كتبتها وكتبتها أو... إذا ب... صح التعبير من داخل ماهوش نظريات ولا فلسفة ولا من داخل من تجربة من تجربة فبالتالي ال... ال... الإشكالية تبقى دائما مطروحة وأنتم تلاحظوا في المدة الأخيرة وزير الداخلية قال راح نعمل قانون جديد قانون الجماعات يسمه الجماعات الإقليمية وراح ندمج بين قانون البلدية وقانون الولاية في قانون واحد نسموه قانون الجماعات الإقليمية هذه كلها بحث أو سعي وراء خلق إدارة بلدية أو إدارة محلية منسجمة لكن اعتقد غادي نفتح نقوس فقط باش نقول اذا راحين يديروه بالطريقه وبالاساليب اللي يعملوا بها القوانين وننقلها من موقع التجربه ما نعتقدش اللي راح شيء جديد وراح يوصل ثاني سنتين ثلاثه يصطدم ثاني بالواقع وممكن يطلبوا التغيير نتاعو هذا النوع تاع القوانين اللي تمس واقع المجتمع المحلي حنا نظامنا نظام, نظام لا مركزي <applause> لما نقول لا مركزيه نرجع للكتب الاداريه والكتاب كذا واش هو مفهوم لا مفهوم لا اساسها اننا نعطي السلطه للم... للمنتخب المنتخب هذا يعني السلطة للمنتخب هذه عنص أهم عنصر من العناصر تاع مركزية إحنا المنتخب راه تحت سلطة الوالي وبالتبعية سلطة رئيس الدائرة بل وسلطة قابض الضرائب وسلطة كيفاش يقولوا الكونترولر الفرنسي وسلطة سميه تاع التعمير مفتش التعمير أو مدير التعمير المنتخب المحلي في بلادنا البلديه ما حبوش يعطيو لها نوع من الاستقلاليه دايرا. يعني منتخب شيعه بن كنت دخلت منذ مده مقر تاع دايره من الدوائر نشوف البلاكه اللي في المكتب مكتوب فيها مكتوب فيها مكتب, 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 مكتب الوصايا البلديه قلت انتم ما زلت عندكم هذه كلمه الوصايه هذه كلمه التي تلكم من هذه سيتي نابيلاسيون فرونساز من النظام الفرنسي قلت هذه فرنسا داروها وتخلاو عليها حنا ما نقول الوصايه الوصايه يعني, يعني انت قاصر وانا مسؤول عليك يا اذا هذا مجموعه نتاع مواطنين منتخبين ينتخبهم الشعب تجي الاداره عن طريق الوالي ولا ولا رئيس الدائره وحتى الكاتب العام تاع الدائره ترفض عليه وصايه هذا شيء غير مقبول وغير, وغير وغير منطقي ولهذا الج... علاش قلت لك طويل وعريض جدال بناء على هذا ربما اليوم لما فيه انتخابات وفي حمله انتخابيه وفيه برامج ويقول لك نقدروا نديروا لكم باي منطقه وبأي قوه هامش هذا الفعل هذه آه نرجع بايجاز اذا هذه الوصايه اللي كنت تكلم عليها او هيمنه الاداره على المنتخبين المحليين الواقع تقريبا هو فرضها انا من الناحيه المبدئيه نرفضها ولكن من الواقع مفعوضة لما تشوف القوائم ولما تشوف المترشحين ولما تشوف الاحزاب واش يقدموا لك لما المنتخب يتقدم لك كما كنت تقول انت بشكارة مادام المنتخب جاء على راس قائمه تاع حزب معين عن طريق الشكاره اول ما يجي يعني مع كل احتراماتي للمنتخبين والمترشحين اول ما يجي راح يبدا يعمل الماركتينغ الذاتي باش يسترجع دابور الشكاره نتاعو ومن بعد يدير الهاربيتري التجاره لازم تسترجع راس المال وبعدين الفائده وبعدين يعني بعد على هذا الوصف لم يجد صح التعبير ولكن هذه هذه الواقع اذا هذه الجدلية هذه، احنا الطبقة السياسية والأحزاب السياسية، وشوف نلاحظوا بين قوسين باش ما نقولوش الشعب نتاعنا راه ما يعرفش ولا حاجة، شوف أغلب القوائم اللي تفوز، قوائم المترشحين الأحرار اللي تفوز. دايما القوائم محترمة. لماذا؟ ما زكاها حتى واحد، زكاها الشعب. زكاها الشعب والشعب ما يغلطش. هذه 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 ظاهرة حقيقية، أنا والله أعلم، الله أعلم. ما لقيتش ما سمعتش اللهم اذا تصلحوا لي ما سمعتش رئيس بلديه من البلديات اللي تولاها المترشحين الاحرار تمت المتابعه نتاعو ولا دخل السجن والله ما سمعتش الله اعلم اذا <applause> هذه هذا ما يؤدي الى الدعوه إذا باش نغيروا قانون الانتخابات وقانون لابد من فرض شروط نعم ف... ماهوش ماهوش فقط الشروط هذه قال الشروط لازم احنا رانا في 2017 ورانا عندنا جاحات نتاع جامعيين شباب راح نتحدثوا عن التشبيب فيما بعد لكن الان هذه العلاقه الثلاثيه بين المير والوالي ورئيس الدائره وما إلى ذلك وحتى مثل ما تكلم سي بشير فريك الـ الـ الوصايه يعني اذا كانت بهذه العقليه الوصايه وبعقليه انه المعين على المنتخب ما هذا المترشحين في الحملات الانتخابيه لما يقولوا نبني لكم سكنات ونفتحوا لكم محلات ونديروا لكم مناصب شغل ونديروا التنميه وكذا باي منطق راح يقولوا هذا الوعود ما هو اصلا مش مسيطر وما عندوش الصلاحيات الكبيره قال العديد من الهيئات اللي هي مسيطره وهي تتحكم في هذا المير ورئيس البلديه وهذا المنتخب والله في هذا البلاطو ومعك الاخ علي في يوم من الايام تكلمنا على هذا الشيء قلنا عندما يترفع يرفع الوالي المعين يعني معين بقرار جمهوري ها رئيس جمهوريه يرفع اليد تاعو عن البلديات ويخلو المنتخب يعطيو له صلاحيات في التسيير صلاحيات في التسيير ثم نقدروا نلحقوا الى نتيجه لانه الظاهر احنا دروك نهضروا نقولوا راديو تريتوار نهضروا احنا رانا شعب قبل ندخل لهنا كنت في قهوه شعبيه شربت قهوه تاعي تاع 25 وجيت لهنا الناس تهدر تقول لك المير هذايا المير او المير هذا او او يدير لي صافير مع الوالي الوالي راه معاونه حتى ثاني الولات وربما سي بشير وعلى بالو كاين ما يسمى بالانسداد في البلديات كاين تشكيلات سياسيه ما تفهمش متفاهمه مع مع بعض جيت في جي القانون جي تفريها في قانون, تفريها في قانون انتخاب هذا جديد مم. ما كانش هذيك تاع الحكايه لازم يكون عندك ماجوريتي تحالفات تلقى واحد مو راضين عليه في الحزب تاعو في جبهه الوطني ما ما كي المجلس كي يكون هذاك 15 عضو ولا اسمه القانون القديم تلقاه زكارة يروح يفوتي على ربما على الحزب اللي معارض على اسمه لانه تدو ليست ما يتفاهمش معاه باش باش ينحيوا هذا الانسداد داروا القانون هذا الجديد اللي يقول لك تكون عندك الاغلبيه الاقليه هذيك عندك 19 مقعد في بلديه كي تدي ثمان مقاعد ولا سبع مقاعد تكون رئيس البلديه ما يكونش فيها ما يسمى بظاهرة التحالفات تحالفات داخل وزمه هذه من جهه <applause> الولات عندهم مشكله حنا دروك ماشي ب... الاداره نقول الواقع كان بلديه مثلا القصبه خمس سنين هي انسداد كان بلديه معروف عن المستوى الوطني في انسداد تام القانون الجديد هذا خلى عطاه نوع من الصلاحيات باش تكون اقليه صغيره باش يكون باش نخرجوا برئيس بلديه ثم من جهه اخرى انت الوالي كاين مشاريع كاين اه في عز الازمه الاقتصاديه حنا رانا مجبرين ان نلقاو موارد خاصه في البلديات كان بلديات عندهم لي اكتيفيتي كاين بلديه رويبه ولا ارزيو ولا وزمو اغلى البلديات يعني عندهم تحصيل جبائي عندهم وزمو كاين بلديات اخرى ما عندهمش كاين بلديات عندهم عقاري خليو ندعموا الناس باش يديروا نخرجوا من اطار ما يسمى بالريع النفطي هذا نتحولوا الى الصناعه لازم نكريو كما يقول الاخر دي ميكرو زون لازم نخليو المترشح يعني في البلدي ولا المنتخب البلدي نعطوا الصلاحيه انه يدير استثمارات يتحرك ما واش هذه تبقى في يد الوالي الوالي ومن بعد تكون فيها هذا فلان هذا كذا هذا كذا هذا كذا هذا كذا باش تدخل فيها المحسوبيه خليو البلديات تخدم يعني روحها حتى ثاني باش نقضيو على ظاهره من ظواهر ثاني يعني هذه شيء غريب جدا عجيب جدا تلقى ساكن في زيرالدا مترشح في الجزائر الوسطى ماكش ساكن ماكش ولي الجزائر الوسطى ماكش وليد بلديه مروانه ساكن في راس العيون، واش جابك الوسمو؟ يعني مثال. مروانه. <applause> لا لا يعني لا مثال يعني مثال راك في بلديه العلمه وساكن في الصيف، كيف يعني هذه الظاهره هذه عجيبه جدا، لأن المنتخب المحلي مهم جدا انه يكون وليد المنطقه هذيك، ويكون وليد البلديه هذيك، وهنا يعني النقطه هذه باش ما نخرجوش من اطارها، لابد من اللامركزيه كما قال سي بشير، نخليو المنتخب يتمتع بصلاحيات. ما يدخلش الوالي فيه حنا حنا كاين رؤساء بلديات كاين اللي داروها راهم في تحت وراء نعم سي ايضا ملف اخر ايضا انه علاش ما راناش ولا ما بقاش الوضع كما كان بكري كانوا كاين رؤساء بلديات شخصيات معروفه وعندها كاريزما وعندها حضور وعندها حتى قيمة سياسية كبيرة وحتى مثل ما هو حاصل ربما في دول أخرى حتى مثلا المدن الكبرى يحكمها شخص معروف شخص عنده تاريخ شخص عنده حضور كبير يعني في الوسط السياسي والإعلامي وما إلى ذلك اليوم أصبح رئيس البلدية حتى في بلدية كبرى غير معروف يجي ويروح ويجي ويروح وما نعرفوش هذاك الشخص وما وكانه بلا أثر احنا احنا يعني باش نولي الى نقطه قالها سي بشير احنا يعني كرونولوجيه الاحداث وقع ما يسمى بتوقيف المسار الانتخابي في مجالس منتخبه في وقت الحزم المحل الى اخره. جاء ما يسمى بالمندوبيه التنفيذيه. جاو ناس غرباء البلديات لانه في ذاك الوقت الارهاب الهمجي باش تحوس تلقى شكون يسير لك البلديه يجي واحد من طرف الدنيا يسير لانه ما كانش شكون ما كانش اللي عنده الشجاعه اغلب الناس اللي عندهم الشجاعه اللي المندوبيه التنفيذيه اغتالتهم الجماعات المسلحه. وراهم كما يقولوا شهداء شهد الواجب الوطني يعني في وقت وين العشرية السوداء هذيك تألمت الجماعات المحلية يعني خلصت الثمن الثمن والغالي في, في, في المرحلة هذيك إذا بقات هذيك العقلية أن الناس يجيو غرباء هنا فتحت مجال مهم جدا حنا العاصمة ما كانش من هذه عندك 57 بلدية وعندك 13 مقاطعة إدارية العاصمة راهي عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية في 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 فرنسا كاين ما يسمى بعمدة باريس عمدة لندن عمدة بروكسل عمدة نيويورك علاش ما يكونش عندك هنا عمدة الجزائر العاصمة دوك الجزائر العاصمة زمان كانت فرض بعيدة على على الحراش بالحواش دوك راه كلش متلاصق الجزائر العاصمة كلها كلها مدينة يعني مصغرة متلاصقة بعضها اعطي لها الرونق نتاعها اعطي لها مثلا قانون يسير العاصمه راهي عاصمه الدوله الجزائريه <applause> اعطي لها يعني الطابع تاعها البيئي طالب الطابع تاعها التعميري اعطي لها يعني الطابع تاعها الخاص مدينة وهران، مدينة قسنطينة، المدن الكبرى أعطي لها يعني العمدة عمدة قسنطينة، عمدة وهران، عمدة وزمو، ماهيش كيما البلديات عندنا 1541 بلدية، كاين بلديات أخرى فيها يا ربي فيها شحال عندها 600 ناخب ولا وزمو، في الجزائر العاصمه راك تدور في قريب 6 ملايين ولا 4 ملايين وشي ناخذ كيما يقولوا يعني هذا الفارق هذايا لازم لكل ولايه تعطي لها الحق نتاعها <applause> والله يشوف كل كل عنوان او كل اللي نتكلموا فيها يحتاج الى بحث وتدقيق وكذا نتكلم <applause> على المدن الكبرى أه إذا كانت تذكروا في 67 دعوا محافظة الجزائر الكبرى تذكروها أه. ودعوها محافظه عيون العرس وزير انا انا وقتها كنت في وهران وكان طلبوا مني من الرئاسه باش نحضر وهران باش تنتقل الى نفس الـ نفس ومن بعدها حضرت وهران كبرى ومن بعد بعد باش تجي قسمتين وبعد عندنا بعض اربع مدن اللي برمجه الان كل شيء الغي انا شخصيا لما كنت في وهران درت ملتقى زوج ملتقات واحد في وهران واحد في عنابه لان وهران انتقلت لعنابه لا دي جراندفيل <applause> فيل تسيير المدن الكبرى هل يعقل ان قانون البلديه اللي يحكم بلديه ولايه تندوف بزوج بلديات نفس القانون اللي يحكم ولايه الجزائر العاصمه ولا قسنطينه ولا عنابه وهران او وهران كمدينه فيها بلديه وحده فيت المليون نسمه وهرن راهو منظمه في شكل بلديه واحده درنا نظام تاع لي سيكتور إرباع انا مازال وكذا وديسونتراليزينا ولكن تبقى على مستوى التنظيم محلي فقط هل معقول ان بلديه فيها آلاف ساكن في في, في 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 اقصى الاوراس ولا الجنوب ولا ما يش عارف هو نفس النص القانوني اللي يحكم بلديه اللي فيها مليون ساكن هذا على سبيل المثال فاذا كل كل نقطه او اللي طرحها سي سعيد تحتاج الى دراسه وتحتاج الى الى الى, إلى تمحيص وتحتاج الى كذا اعود الى نحاول باش نرجعوا للموضوع نتاعنا لان هذا موضوع الاداره المحليه والجماعات المحليه موضوع شائك ومتشعب راح نعمل قانون جديد قانون الجماعات الاقليميه لو لو لو, لا لو, لو لو لا تشارك فيه الطبقه وتها الناس تاع التجربه اللي عندهم خبره عندنا عندنا مئات الولات راهم في ديارهم يشاركوا معهم رؤساء الدوائر جامعيين اقتصاديين سوسيولوجيين رؤساء بلديات رؤساء مندوبيات لازم يديروا خليه ولا تخرج لهم بنصوص قانونية كان يتكلم سي سعيد على القانون الجديد نتاع الانتخابات وين يقول رئيس البلدية الجديد الآن في, في القانون الجديد القائمة اللي تنجح التدوليست هو هو رئيس البلدية تلقائيا في القانون الجديد اللي من المرة هذه القائمة اللي تنجح ما فيها الانتخاب انتخاب لا والو قائمة جبهة التحرير هذا كان سي بطاش يتكلم عليه نحييوه إذن اذا اذا القايمه تاعو نجحت هو تداول سي اوتوماتيكوم وهو رئيس البلديه فاهم القانون الجديد هل هذا القانون هذا أه تم دراسته وكما يقول الفرنسيون دارو دي سيميلاسيون يعني فرضيات مم. واحتمالات هل يقدر يحل يعالج كل المشاكل والإشكاليات اللي ممكن تبرز اثناء الممارسه تاع المجلس لان علاش كل مره نغيره كانت بكره المجلس يسحب يسحب الثقه من 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 الرئيس ومن بعد لا ما نقدروش نسحبوه في السنه الاولى ولا في السنه الاخيره ومن بعد ال يعني وندخلوا في مشاكل الأ... انا باغي الفكره اللي باغي نقولها ان هذا القانون هذا اذا كان وزاره الداخليه بادرت به لابد توسع الاستشاره توسع الاستشاره مع كل الناس مهم. اللي ممكن يفيدوا باش ما تكونش يعني ما اعتقد ما غير مجدي اننا في كل سنه سنتين ثلاثه نجيب قانون جديد القانون باش يعمر وباش كذا لازم له سنوات معليش نديروا تعديلات أه 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 تحيينيه اذا صح التعبير تحيينيه من حين لاخر نحينوا هذه الماده والله هذه كذا باش نتواسع مي باش كل مره الغي قانون ونجيب قانون معتقد ما نظر استشرافية نعم نظر استشرافية ربما السيد سعيد إرزي أنتقل الآن إلى موضوع آخر وهو نوعية الملصقات الانتخابية الكثير منها تحولت إلى مادة للسخرية في وسائل التواصل الاجتماعي يعني يتساءل المرء ما الذي يريد البعض أن يوصله لنا من رسائل عبر هذه الملصقات يعني شخص ما بالرجل الذي لا يخرج من المسجد، لست ادري اذا كانت يعني هي ملصقه حقيقيه في تلك المصيبه ام انها فقط فوتوشوب، وايضا ما مجموعه من المترشحين على اجنحه نسر او ما لست ادري، ما عندش ابداع ولا عندنا الارتجاليه فقط يعني دير بركو وبعث. والله الاخ علي نحن عندنا تجربه اكثر من 15 سنه في هذا المجال، نرافق نقدم حلول نقدم صوره لتلميع صوره يعني اي زبون لانه يبقى بين قوسين هذا المترشح عندنا كمؤسسة مختصفت... نعم احترافيه الحمله يعطي احنا باش نحسنون الصوره تاعو اولا نطالبوه بما يسمى باحترام الوثيقه البصريه يعني جرافيك. لانه انا تفاجات أنه جوني مترشحين باحزاب سواء سلطة ولا احزاب معارضه ولا هذا الحزب عنده اللوجو تاعو عنده الشعار الشعار هذا فيه الوان كاين اللون الاحمر اللون الاخضر لون كذا لون كذا تلقى المترشح يجي يفرض عليك لافيش تاعو لازم تندار هكذا ولا تندار هكذا بواحد الالوان غريبه الى اخره غري. احنا نقولوا له لا كاين احترام حتى انه فيه بعض الاحزاب اللي ربما يعني مشكورين في هذا الشيء يعني احنا كمركز مكتب دراسات مختص في هذه الاستشارات انه عندهم عندهم لافيش الملصقه وطنيه لا تتغير يعني نفسها اللي تلقاها في بدل الصور نعم بدل الصور هذه تعتبر يعني طريقه احترافيه والى حد انه نحب ناكدوا ولا ننفيوا ما تتداوله مواصل مواقع التواصل الاجتماعي هذيك قضية النسر هذيك وقضية وسمو يعني شيء غريب جدا يعني غريب على المجتمع تاعنا يعني ولات آه يعني الناس دير لافتات في في الملاعب انها لانها تناصر فريق معين للنسر وكذا تبدا المناصر يحب يعني يخرج الصرخه تاعو من خلال الصوره هنا ولات نفس الظاهره ولات حتى العمليه الانتخابيه انه هذو المترشحين باش يكون متميز على قائمه اخرى يحب يخرج على المعتاد تخرج عن المعتد شيء يعني شي رك يعني شيء ركن تكون متميز في انك تخرج انك تخرج يعني تدخل في مجال السخريه هذا يعني مايش مسموح احنا نحن في الهويه البصريه هذه يعني لا جرافيك دائما نطالب المترشحين اللي يجوا في اطار سواء قائمه حزبيه ولا قائمه حره انهم يعتمدوا على نفس الملصقه اللي تندار في البانو في الخارج الملصقه الكبيره حتى الملصقه الصغيره حتى هذوك اللي تراكت اللي يديروهم يعني بورتا بورت بين الابواب الى اخره يراعي فيها ي ي ي يحافظ على نفس النسق نفس الصوره نفس الكتابه نفس الشعار نفس الرقم باش هذا كله يعني علميا ربما <مربما> يعني حتى تؤثر بايغ على الناخب هذه الهويه سيد اسي انه ما نعرفوش يعني ما من اين ينتمي هؤلاء المترشح حتى تدقق نعم حتى تجد تدقق حتى انه شعار الحزب واسم الحزب هو في تفصيل صغير يعني فقط الوجوه المهم ان والله حتى في البرامج ما يعاد ثاني ما يعاب وصارتني برامج ما يسمحنا بعقليه هذا المجال اخر يعني حتى في الجامعه في البحث العلمي لانه علاش المستوى تاع الجامعه حبط لانه لانه للاسف الطلبه يروح يدير مذكره التخرج سواء من الماستر ولا ماجستير ولا المهم ليسانس الى اخره يرفض يروح ما يتعبش كما كنا نتعبوا زمان نروحوا المكتبه الوطنيه نجيبوا كتابات نديروا تمحيص ونقلوا بالامانه العلميه هما كوبي كولي حتى في الانتخابات ولات كوبي كولي يجي عندي تجي عندي قائمه تقول لي ديرها كما القائمه الفلانيه لو كان جات القائمه الفلانيه نفس التشكيله سياسية حزب نحافظ معليش مش مشكل ولكن حزب اخر وحزب ما عنده عنده نظره اخرى قال لي ديرها كما هذاك ديرها بالشكل هذاك يعني مك المهم هو يقول لك المهم أن انه هو يبان يدير كلاسيكيا ما فيش الى اخره، <applause> حنا نقدم حلول انه حتى نقدم لي سيبور يعني واحد الامور في, في, في الاتصال في الاشهار نقدموها تؤثر على الناخب بطريقه يعني دون المساس بشعور الناخب <applause> دون المساس بسوسيولوجيه المجتمع الجزائري هذه كلها من بين يعني الشروط نعم, نعم، لابد السعيد. يعني مراعاتها واحتمالها سيد بشير ملصقه اثرت إه 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 اهتمامك؟ لا بصراحه لا لانني ما تبعتش الحمله الانتخابيه حتى في الشوارع؟ لا هو مش ملصقه هذه الظاهره تاع. والساقات فيها كتابات حائطيه غير محترمه او في هذه شيء معتاد عليه ما ملصقه هكذا ما لاحظتهاش بكل صراحه نعم سي بشير جبت لنا معك جمله من المؤلفات يعني وهي معظمها يعني متعلقه ب الإدارة المحلية يعني في معظمها يعني لو تعطينا عليها تعريفات حتى ن... والله ما هوش باش نعرف عليها فقط بها هذا كتاب جديد صدر صدر البارح برك خرج هذا التجربة الديمقراطية في الجزائر الثمن الباهظ والماء الغامض هذا يستعرض قريبا نوع من كرونولوجيا نتاع الأحداث ولكن أحداث نتاع 89 99 99 هذه كتاب هذه هذه قراءة أخرى غير قراءة نتاع مجموعة معينة معروفة سينزا ولا علي هارون ولا حاجة قراءة مغايرة تماما هذه القراءة هذيك هذا هذا كتاب حول مأساتي الشخصية موجود في دار في دار الأمة <applause> هذه كتاب قديم كيف كيف منت... احنا نتكلم على البلديات مفسدون ام ضحايا وربما هذا, هذا, هذا هو التساؤل الاساسي هذا سؤال جوهري ومازال مطروح مازال مطروح <applause> هذا كتاب اخر كيف كيف حول الاداره المحليه الولاد في الجزائر في خدمه من هذا سؤال ربما كتاب ثاني سؤال أهم, اهم اهم الاسئله اشكرك اشكرك جزيل الشكر سيد بشير فريك الوالي السابق والمؤلف كما اشكر ايضا سيد سعيد ارزي المختص في التسويق السياسي كنتما ضيفي في حلقة اليوم تناولنا فيها الحمله حمله الانتخابات المحليه مشاهدينا الكرام البلاد اليوم تمت برامجنا مستمره سلام الله عليكم